السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صلي وسلم وزيد وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هعمل معاكم النهاردة في مطبخ ريمي الفطير المشلتت، الفطير المورق بكل أسراره بطريقة سهلة جدا، مش هيفشل مع حد بعد كده خالص، هيطلع ناجح معاكي على طول بطريقة سهلة وبمقادير مظبوطة. وهقول لكم كمان طريقة سواه المظبوطة جدا جدا، ازاي تسووه وازاي يطلع معاكم جميل قوي بالشكل ده ومورق جدا كده. بجد الفيديو رائع والفطير طالع تحفة. أتمنى ما تنسوش تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد مني. ويلا بينا بسرعة نبدأ الفيديو مع بعض عشان نشوف مقادير الفطير المشلتت المورق بتاعنا الجميل جدا ده. يلا بينا نسمو بسم الله ونبدأ على طول مع بعض الفيديو. اول حاجه معايا كيلو من الدقيق المنخول، اي نوع دقيق، سايب، معلب، اي حاجه مش مشكله، هو كيلو دقيق هنستعمله في الوصفه. معايا دلوقتي كمان مج من الشاي او كوبايه كبيره ميه، هاخدها دلوقتي وهقلب فيها معلقه كبيره من الملح على كيلو الدقيق ونص معلقه من السكر بالشكل ده وهدوبهم. ليه انا ما حطيتهمش على الدقيق؟ لان انا بخاف تكون في حبايه سكر او حبايه ملح خشنه ما تدوبش معايا وتبوظ لي العجينه. انا عايزه العجينه ما فيهاش اي حبيبات خالص، فبدوبها كويس في كوبايه الميه، تمام؟ وده يخليني اضمن ان هي دايبه كويس. او نزلت بكوبايه الميه على كيلو دقيق وابتدي اعجن، الكيلو دي هياخد حوالي كوبايتين وربع ميه من اللي انا لسه موريها لكم الكوبايه الكبيره، كوبايتين وربع، وعلى حسب كل نوع دقيق. يعني ما تحطيش الكوبايتين وربع مره واحده على كيلو دقيق، علشان كل دقيق بيختلف من دقيق لغيره، تمام؟ ممكن ياخد معاك كوبايتين ونص، ممكن ياخد كوبايتين بس. هعجن كويس قوي. سر الفطير الناجح ان هو يتعجن كويس جدا. شايفين انا بضيف الميه بالتدريج، ما بضيفش الميه مره واحده. العجينه لمت معايا بس متماسكه وما بتشبطش في الايد خالص. دلوقتي هاخدها بقى على الرخامه وابتدي اعجنها كويس جدا. شايفين كل جنب فيها لازم يتعجن، ده سر الدقيق العجين، عجينه الفطير الناجحه لازم تتعجن كويس جدا. بتاخد حوالي عجن من 10 لربع ساعة، معلش بس هي لازم تتعجن كويس جدا جدا علشان تطلع ناجحة معاك ولغاية ما تنعم في ايدك. بصوا العجينة ابتدت تنعم في ايدي ازاي، جميلة جدا، شوفوا ناعمة جدا. هحطها في البولة بتاعتها واغطيها بكيس نضيف وفوطة واسيبها ترتاح من ساعة ونص لساعتين عشان ارجع اشتغل فيها. لازم تريح كويس، وده سر التاني لنجاح الفطير. بصوا يا حبايبي العجينه بعد ما ريحت، شوفوا ريحت خالص، بصوا بتمط معايا ازاي، ده دليل ان هي ريحت، خدت ساعتين غطيتها وسبتها تريح. بصوا جميله جدا ومرتاحه خالص، حفرتها رول زي ما احنا شايفين كده، والعجينه خلاص بدل ريحت هتتشكل معاك زي ما انت عايزه. انا دلوقتي لازم احدد هعمل فطير كام فطيره بالكيلو دقيق. هعمل 3 فطيرات كبار، يعني هحتاج 3 كور من العجين كبار بالشكل اللي انا بقطعه كده، 3 كبار، وهبتدي اعمل لكل فطيره كبيره 3 كور صغيرين، يعني هحتاج 9 كور صغيرين من الفطير علشان هحطهم في قلب الفطيره الكبيره. بصوا العجينه، بصوا بتمط وجميله جدا وحلوه ازاي. هقطع 9 كور صغيرين بالشكل ده وابتدي اعملهم كور صغيره كده، الفهم كده بالشكل ده كده، الفها حلو كده، كوره حلوه كده. شوفوا عجينه مريحه وجميله جدا وشكلها تحفه. ومعايا هنا طبق مليان زيت وبغلف العجينه كويس جدا عشان ما يعملش اي طبقه على وش العجينه بالشكل ده. هبتدي اكور العجين كله بالشكل ده، 3 كور كبار و9 صغيرين بالشكل اللي احنا شايفينه كده، وبغلفها كلها بالزيت علشان ما تكونش اي طبقه ناشفه على وش الكوره عشان تبقى عجينه ناعمه، ملمسها ناعم خالص بالشكل ده. مهم قوي الحاجات الصغيره ديت، هتفرق جدا معاكي في الفطير. هغلف كل الكور بالشكل ده كلها، وبعدين هغطيها بكيس نضيف وبعدين فوطه واسيبها ترتاح نص ساعه كمان. مهم قوي كل مرحله تريح فيها العجينه عشان تطلع الفطير معايا ناجح جدا، تمام؟ هغلف كله كده واغطيه واسيبه يرتاح، واول ما يرتاح نرجع نشوف هنكمل ازاي طريقه الفطير بتاعنا الناجح جدا. خليكم معايا. خلصت الكور هسيبهم يرتاحوا واغطيهم بكيس نضيف كمان وفوطه وهسيبهم يرتاحوا ونرجع اول ما يرتاحوا.
بصي يا حبايبي، العجينة ارتاحت نص ساعة، شوفوا شكلها مرتاحة كويس جدا. معايا هنا سمنة بلدي مسيحاها، ومعايا الزيت المتبقي مني، هحط حبة على الرخامة بالشكل ده، واجيب كورة من الكور الصغيرة، شوف العجينة، وابتدي افردها. لما برش شوية زيت على الرخامة بيساعد في فرد الفطيرة خالص، وخاصة لو هي مرتاحة بالشكل ده، ببتدي اسحب من جوه على بره بالشكل اللي احنا شايفينه كده بالراحه. ومش مشكله لو حصل قطع بسيط ولا حاجه، مش مشكله خالص، لانها طبقات ورقات مش هيبان القطع نهائي. تمام، هفرد كده من جوه على بره، وخاصه الحروف اهتم بالحروف كويس جدا. الحروف لازم اتاكد ان الحروف رقيقه وما في ورفيعه جدا. تمام، بالشكل اللي احنا شايفينه كده هرش رشه من السمنه السايحه، وابتدي اطبق الفطيره بتاعتي. بصوا، اتاكد ان رشه بسيطه من السمنه، واقفل كده بالشكل ده، وما بين كل طبقه وطبقه رشه بسيطه من السمنه السايحه كده، واقفل. شوفوا العجينه تحفه بالشكل ده. اخدها اركنها على جنب، اول دايره بالشكل ده عملتها، افرد الدايره الصغيره. الفطيره الواحده بتاخد 3 كور من الكور الصغيره، ولو عايزه تكبري وتخليهم 4 كور 5 كور ممكن، وده هيزود في حجم الفطيره، ان هو يخليها حجمها قطرها مدور كتير كبيره ومورقه اكتر. تمام، بس انا 3 هيطلعها معايا وسط وحلوه. بفرد كده وبهتم بالحروف كويس جدا، لازم الحروف. تمام، من جوه على بره بالشكل ده. انا فردتها كده وبهتم بالحروف زي ما احنا شايفين، لازم تهتم بالحروف، والزيت بيساعد في الفرد على الرخامة بالشكل اللي احنا شايفينه كده. هرش دلوقتي رشة، بصوا الرخامة بانت من تحت العجينة مورقة توريقة خفيفة قوي، ورشة بسيطة من السمنة، واجيب الفطيرة الاولى احطها في قلبها واقفل عليها، وما بين كل رقة والتانية رشة خفيفة بصوابعي او بالمعلقة من السمنة السايحة بالشكل اللي احنا شايفينه كده، واقفل كويس قوي كده. خلاص كده اركنها على جنب، واجيب الكرة التالتة الصغيرة. عجينة ممتازة التالتة، فردتها بالطريقة دي، وهحط في قلبها الفطرتين اللي في قلب بعض، واقفل عليهم، وما بين كل رقة ورقة رشة بسيطة من السمنة. تمام، بالشكل ده كده، واقفل الفطيرة، بلم كده واقفل. العجينة جميلة خالص، جميلة جدا. هجيب دلوقتي الكرة الكبيرة وابتدي افردها، برضو الرخام عليها زيت، وابتدي افرد بالطريقه دي، ومن جوه لبره اسحب من جوه لبره كده، وبهتم بالحروف كويس قوي. هفردها ورقها خالص، بصوا فردتها كده، وهبتدي ارشها بالسمنه السايحه بالشكل ده، واتاكد ان الاطراف بتاعت رقيقه، لازم اتاكد الاطراف رقيقه، واوزع السمنه كده بالتساوي، واجيب الثلاث فطيرات اللي في قلب بعض احطها في قلبها، وابتدي اقفل عليها بالشكل ده كده، وما بين كل رقة ورقة رشة سمنة بسيطة بصوابع ايدي كده او بالمعلقة. تمام، اتأكد كده ان هي كل طبقة فيها سمنة، واقفل بالشكل ده. انا دلوقتي هاخدها احطها على صاج مدهون بالزيت علشان تريح عليه. تمام، اهم حاجة اني لازم تريح، هسيبها تريح حوالي نص ساعة عشان اقدر افردها في الصاج زي ما انا عايزه. تمام، هسيبها تريح وارجع لكم واغطيها. بصوا يا حبايبي، بعد نص ساعه ريحت. بصي تفرديها سهله جدا، تفرديها خالص بكل بساطه، بتتفرد معاكي مش متعبه خالص. عجينه حلوه جدا ومخدومه كويس قوي ومرتاحه. اهم حاجه لعجينه الفطير ان هي تريح. بصوا تحس ان عجينه مورقه من قبل ما تخش الفرن، بجد جميله جدا جدا. دلوقتي فردتها الحجم المناسب اللي انا عايزاه. هحط دلوقتي دي قشطه اللي بس بطلعها من وش اللبن، بحتفظ بيها في الفريزر، بعمل بيها زبده وسمنه، هحط منها على فطير، هتخلي الفطير يدي لون حلو قوي من فوق، وريحه وطعم يجنن. هدخلها دلوقتي فرن درجه حرارته عاليه عشان يستوي. مهم فرن درجه حرارته عاليه، ما ينفعش الفطير يتبع على درجه حراره هاديه عشان ما ينشفش منك. تمام، يعني حوالي 180 درجه، ويكون متسخن قبل كده، وادخلها لغايه ما يقب معايا زي ما احنا شايفين كده. شايفين ابتدت تقب وتورق من جوه. اول ما احس اخلي بالي، اول ما تاخد لون القعر ياخد لون، هرفعها الشوايه على طول.
بصوا قبت وورقت معايا ونفخت، بصوا ازاي جميله جدا، والقعر ابتدى ياخد لون معايا. هرفعها الشوايه كده، هديها الشوايه على طول تديني وش حلو ما بيتغيبش خالص علشان ما ينشفش معاكي. هي بمجرد ان هي انتفخت كده يعني ورقت وطابت واستوت من جوه، هديها الوش حلو من على الشوايه، واول ما تطلع احطها في صينيه واغطيها، ولغايه ما طيب الفطير التاني عشان يطرى وما ينشفش مني لازم يتغطى اول ما يطلع من الفرن. بصوا خدت لون جميل، هحطها في صينيه واغطيها وخلص الفطير الباقي اللي معايا ونرجع نقدمه مع بعض. خليكم معايا نشوف الشكل النهائي. بصوا يا حبايبي الفطير بعد ما ريح وهدى وبرد معايا علشان اقدر اقدمه لكم، هو دافي جميل جدا، الريحه تحفه، قلب البيت جميل جدا. شوفوا التوريقه، شوفوا طري ازاي ومقرمش، تحسي بغاشه ماسكه بغاشه كده مقرمشه من بره طري من جوه مورق، توريقات رقيقه وجميله جدا بجد. الفطير ناجح جدا جدا، اتمنى تجربوا كل الخطوات اللي انا قايله لكم عليها، جميل وسهل وبسيط، هينجح معاكي 100% لو عملتي كل الخطوات اللي انا قلت لك عليها. بس اتمنى ما تنسونيش بلايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد في فيديوهاتي، واشوفكم على خير حبايبي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.